هو أسبوع حافل لمن يراقب الأسواق العالمية، اجتماع للبنك المركزي الياباني الفيدرالي وأيضا البنك المركزي الإنجليزي. قد يكون الفيدرالي هو الملف الأبرز الذي سيكون إلى حد كبير محسوم، لن يقوم الفيدرالي بتغيير شيء بما يتعلق بالسياسة النقدية في هذا الاجتماع، ولكن قد يفتح الباب بشكل أوضح للأسواق تجاه الخفض في سبتمبر. ما الذي نراقبه بالنسبة لبقية الاجتماعات؟ لدينا إذن بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، الاجتماع يبدأ في 30 ينتهي في يوم الأربعاء 31 من يوليو. تقريبا السوق متأكد بأن الفيدرالي لن يغير شيء بالنسبة لهذا الاجتماع، ولكن سنراقب عدد من الملفات أهمها لأي درجة سيقوم الفيدرالي الأمريكي بفتح الباب أمام خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر. الآن السوق يرى احتمالية مؤكدة لأن يكون لدينا خفضين للفائدة هذا العام، وتقريبا 60% احتمالية لأن يكون لدينا خفض ثالث للفائدة، ولكن هذا كله إلى حد كبير يرتبط أولا بالبيانات الاقتصادية وثانيا بما سيتحدث به جيروم باول. هذه أبرز الأرقام الاقتصادية التي شهدناها مؤخرا. الأبرز فيها بأن مؤشر البي سي إي الكور بي سي إي المفضل للفيدرالي لقياس التضخم كان بالفعل جاء عند التوقعات عند 2.6% بشكل سنوي للشهر الثاني على التوالي، وعلى مدار البيانات الماضية سواء للسي بي آي أو البي سي إي كان لدينا استمرار للترند الهبوطي. الاقتصاد الأمريكي نما ب 2.8% في الربع الثاني، وأرقام اقتصادية كثيرة شهدناها خلال الفترة الماضية تظهر إلى حد كبير بأن الفيدرالي قادر على تحقيق السوفت لاندينج بالنسبة للاقتصاد، ولكن المعضلة الأبرز تبقى بالنسبة لأرقام التضخم ولي أي درجة ستستمر في التراجع بغض النظر عن بقاء الفائدة عند هذه المستويات، لأن هناك أيضا مخاطر اقتصادية لبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. الاجتماع طبعا الأبرز هو اجتماع سبتمبر، لأن السوق يرى بأن هناك احتمالية 100% لأنه الفيدرالي سيبدأ بخفض الفائدة من هذا الاجتماع، وفرصة تقارب 12% لأن نشهد الخفض ب 50 نقطة أساس وليس 25 نقطة أساس. الملفت بأنه ليس فقط المستثمرين هم من في حيرة من أمرهم، حتى البنوك الاستثمارية اليوم محتارة ما بين خفضين لثلاث خفضات للفائدة. البعض حتى تحدث بأنه حتى اجتماع يوليو قد يحمل خفضا للفائدة، ولكن هذه كلها تبقى تكهنات بالنسبة للبنوك الاستثمارية، هذا ما يتم تسعيره بالنسبة للسوق. أما الاجتماع الثاني الذي نترقبه هو اجتماع بنك إنجلترا المركزي، وهنا نتحدث عن احتمالية متأرجحة، نتحدث عن 60% مقابل 40% لأن يكون لدينا خفض للفائدة، وأيضا حتى البنوك الاستثمارية محتارة تجاه البنك المركزي الإنجليزي، لأنه كان لدينا معدلات البطالة كانت صعدت، ولكن التضخم في قطاع الخدمات السيرفيس انفليشن لا يزال على ارتفاع. لدينا حكومة حزب عمال وصلت للسلطة لأول مرة من 14 عاما، قد تزيد من الإنفاق بشكل أكبر، قد تغير من قوانين معدل الأجور، وبالتالي هذا يعني المزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي الصورة بالنسبة للبنك المركزي الإنجليزي غير واضحة تماما. هذه التوقعات من جي بي مورغان بما يتعلق بخفض الفائدة ب 25 نقطة أساس في تصويت سيكون جدا متقارب، لأن الفوتينج هو بأهمية القرار. عندما نشهد انقسام أكبر داخل مجلس السياسة النقدية تجاه الخفض أو الحفاظ، هذا أيضا يعطينا انديكيتر بأنه اقترب موعد الخفض حتى لو لم يقوموا بذلك في هذا الاجتماع. جي بي مورغان يرى بأن الحجة لصالح خفض الفائدة ليست واضحة، وهو ما يراه السوق بشكل عام. ومسح لرويترز كان قد أظهر بأنه 80% من الاقتصاديين يتوقعون خفض ب 25 نقطة أساس، ولكن كما تحدثنا الاحتمالات جدا متقاربة بسبب الوضع بالنسبة للاقتصاد البريطاني. التضخم بالنسبة للبنك المركزي الإنجليزي وبالنسبة للاقتصاد البريطاني هو قريب جدا من المستهدف. كان لدينا نمو للاقتصاد البريطاني في الربع الأول بأسرع وتيرة في عامين، ولكن تبقى المعضلة هي السيرفيس انفليشن الذي لا يزال مرتفع في هذا الاقتصاد. أما الملفت بشكل أكبر سيكون اجتماع البنك المركزي الياباني. لماذا؟ الين الياباني ارتفع ب 5% مقابل الدولار الأمريكي من 11 من يوليو على خلفية تدخلات من البنك المركزي الياباني لبيع الدولار وحماية الين من التراجعات. ولكن الملفت هو لأي درجة أولا البنك المركزي قادر على الاستمرار بذلك دون تغيير السياسة النقدية. المستثمرون يتوقعون بأنه سيكون لدينا رفع للفائدة ب 10 نقاط أساس، ولكنها ليست
ليست مؤكدة، لأنه بالنسبة لقرار البنك المركزي الياباني نراقب شيئين، الأول هو معدلات الفائدة والثاني برنامج شراء الأصول، لأي درجة سيكون لدينا خفض للمشتريات من الأصول. الاثنين يعتبران تشدديان، يعني إذا قام برفع الفائدة أو خفض من مستويات شراء الأصول هو قرار تشددي، ولكن ما يحتاجه الين بشكل أكبر هو أن تتقلص الفجوة بين عوائد السندات اليابانية وعوائد السندات الأمريكية، وبالتالي هو بحاجة بحسب المحللين بشكل أكبر إلى أن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة، ولو أن الجاب ستبقى جدا مرتفعة حتى بعد هذا الرفع. هذا وضع الدولار مقابل الين، ولكن هذه التحركات كانت بسبب الانترفنشن. اليوم لدينا حتى بالنسبة لتوجهات الكاري تريد لدينا نوع من الترقب لهذا القرار، لأنه لا أحد يستطيع الجزم بأن البنك المركزي الياباني سيغير شيء بالسياسة النقدية، وبالتالي إذا كان هناك شورت سيلينج على الين قد يخرج بخسارة، وإذا كان لدينا لونج بوزيشنز على الين أمام الدولار أيضا قد يخرج بخسارة كبيرة، وبالتالي مجال المفاجآت أكبر بالنسبة للبنك المركزي الياباني.